تحدث جون هيردمان مدرب المنتخب الكندي على طريقة لعب المنتخب المغربي، مؤكدا أن الأسود يملكون أسلوب لعب أوروبي أكثر من هو إفريقي نظرا لتوفرهم على لاعبين ينشطون بأعرق الأندية الأوروبية، مؤكدا أن مسار الفريقين في نهائيات كأس العالم متشابه، مؤكدا أنه يعمل على أن تكون كندا تملك حظوظ التأهل قبل لعب المباراة الثالثة أمام المغرب، ومعتقدا أن المغرب سيحاول أن يكون كذلك أيضا. عبر بابلو لانغوريا رئيس فريق أولمبيك مارسيليا عن أسفه للإصابة التي تعرض لها أمين حارث خلال مواجهة موناكو برسم منافسات الدوري الفرنسي والتي أبعدته عن نهائيات مونديال قطر، مبديا تعاطفه مع حارث، وتحدث على ضرورة إيجاد بديل للمغربي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، خاصة وأن الأسد الأطلسي كان يلعب دورا مهما في تشكيلة مارسيليا. لم يتمكن اللاعب زكريا أبو خلال من المشاركة في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث اكتفى بحصة العلاج الطبيعي رفقة أحد أفراد الطاقم الطبي للمنتخب، حيث يعاني من تمزق عضلي يهدد مشاركته في المونديال، وينتظر وليد الرجراجي مدرب الفريق قرار الطبيب للوقوف على إمكانية مشاركة أبو خلال من عدمها. استأنف لاعبو فريق الرجاء الرياضي تدريبهم اليوم الثلاثاء بعدما استفادوا من 9 أيام راحة بقرار من ربان الفريق التونسي منذر الكبير الذي قرر إراحة لاعبيه قبل أن يعودوا اليوم للتدريب. ومن المقرر أن يخوض الرجاء بعض المواجهات الودية استعدادا لاستئناف البطولة والتي أنهى قبل التوقف الدولي في المركز الرابع. يتجه نادي جينت البلجيكي إلى تجديد عقد المهاجم المغربي طارق تيسودالي رغم غيابه لمدة عن الميادين بسبب الإصابة، حيث خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة اليمنى حرمته من اللعب والتواجد ضمن لائحة المنتخب المغربي التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم.